مشاهدينا، وللحديث عن نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية وتأثيراتها على المشهد السياسي والاقتصادي للبلد، معنا من بيروت السيد حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك سيد حسان. أهلا وسهلا، بس الصوت ضعيف جدا عندي، بالكاد عم بسمع. يعني الانتخابات في لبنان باتت أمرا واقعا، هل تتوقع أن تفرز الانتخابات الجديدة شكلا جديدا من الخارطة السياسية على المستوى الأحزاب والشخصيات مثلا؟ في الواقع النتائج بدأت تظهر تباعا، والتغيير حقيقة وقع جزء منه. حزب الله كان يحاول فرض سيطرته على كافة الدوائر الانتخابية في لبنان، نعم. بداية في مواقعه، في بيئته، أراد أن يمسك بكافة المواقع الشيعية ضمن الانتخابات البرلمانية، ثم ركز جهوده على أن يحمي حلفائه ضمن هذه الحملة الانتخابية، بحيث يحافظ على الأكثرية النيابية التي كان يتمتع بها في البرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 من هذا الشهر. لكن الواقع الآن، ما بدأت النتائج التي تظهر الآن، أن هناك تغيرا كبيرا في المزاج الشيعي، في المزاج المسيحي والسني. في مدينة صيدا مثلا، أنا أتحدث لك من مدينة صيدا، خسر حزب الله حليفه أسامة سعد الذي تحول إلى بيئته ومجتمعه، وحاول حزب الله أن يقدم مرشحا آخر فخسر مرشح حزب الله، وفازت مدينة صيدا بخياراتها، فأصبحت مدينة صيدا خارج دائرة التعاون حتى مع حزب الله. في بيروت أيضا هناك تحول كبير في المزاج الانتخابي السني والدرزي، وحتى جزء من الشيعي والمسيحي، لذلك هناك تحول كبير في عدد النواب الذين سوف تتم إعلان نتائجهم تباعا. أيضا في الشارع المسيحي في البترون، في كسروان، في المتن، وفي دائرة بيروت الأولى وفي بعبدة، هناك تغير كبير، وهناك تقدم لحزب القوات اللبنانية على حساب التيار الوطني الحر حليف حزب الله، وبالتالي كتلة نبران باسيل التي كانت تعتبر الأكبر في البرلمان لن تعود كما كانت في السابق، بالعكس سوف تخسر حوالي نصف مقاعدها. أيضا في منطقة الشوك والحملة الكبيرة التي شنها حزب الله على البيئة الدرزية ووليد جنبلاط كزعيم درزي، انعكست سلبا على جهوده لخرق الساحة بنواب مؤيدين له. فمبدئيا نحن نتكلم نتائج أولية الآن وليست نهائية. نعم. الاحتمال الكبير أن طلال أرسلان هو حليف أساسي لحزب الله قد خسر مقعده في دائرة علي، وكذلك وئام وهاب الذي ينافس جنبلاط في دائرة الشوك قد خسر مقعده، خسر احتمال فوزه ايضا لانه لم يكن نائبا لكن كان دائما ينافس وكان يراهن على ان له فرصه مناسبه للفوز، خسر ايضا. فبالتالي هناك متغيرات كثيره، اضافه الى ذلك وهذا الاهم، حزب الله طوال اليوم كان يمارس نوعا من البلطجه بحق المرشحين وبحق المؤيدين وحتى المندوبين في مراكز الاقتراع، وبالتحديد بشكل خاص في منطقة معلبك الهرمل، حيث اعتدى على المندوبين، منع المرشحين وصادر بعض الصناديق، وبالتالي كان ظاهرا بالعيان أن حزب الله متوتر جدا ويحاول فرض نتائج يرسمها بنفسه ويحددها بنفسه ليقول لبيئته وللمجتمع العربي والدولي أنه الأقوى على طيب الساحة. سيد حسان، أمام هذه لكن الصورة، النتائج حتى الآن تؤكد العكس. أمام هذه الصورة، يعني تأثير مقاطعة تيار المستقبل على الانتخابات كيف سيكون على أرض الواقع؟ في الواقع نحن نشكر تيار المستقبل على مقاطعته، لأنه كشف حجمه الحقيقي على الساحة السنية. كان سعد الحريري يقدم نفسه على أنه الناطق باسم أهل السنة في لبنان، لكن الآن أعطيك أرقاما. في مدينة صيدا، دائرة مدينة صيدا، الدورة الماضية وبمشاركة المستقبل بكثافة كان نسبة الانتخاب 56% من عدد الناخبين. الآن مع غياب تيار المستقبل ومقاطعته وحثه على المقاطعة، نسبة الاقتراع 42%. إذا تيار المستقبل، ناخبي تيار المستقبل في مدينة صيدا، في دائرة صيدا، يمثلون 8% فقط من الناخبين السنة. في بابي في بيروت الدائرة الثانية، حيث ثقل سعد الحريري، وهذا يتقدم سعد الحريري دائما على أنه يمثل مدينة بيروت. الانتخاب هذه السنة، هذه الدورة، تجاوز نسبة الناخبين في دورة 2018، بحيث تجاوزت 32% من عدد الناخبين، من عدد أصوات الناخبين، وبالتالي تبين أن الناخب البيروتي لم يتجاوب مع سعد الحريري ولم يلتزم بقرارات سعد الحريري، وبالتالي أصبح سعد الحريري زعيما على مجموعة من جمهوره فقط،
لا يستطيع بعد اليوم أن يقول أنني أتكلم باسم الطائفة السنية ولكن في لبنان. ولكن هذا ربما بسبب هيمنة حزب الله على المشهد السياسي والأمني في لبنان. نعم، لم أسمع. سيد حسان، هل تسمعني؟ رجاء إعادة السؤال، أنا لم أسمع. يعني ربما هذا بسبب هيمنة حزب الله على المشهد السياسي والأمني وسيطرته على القرارات حتى السياسية والسيادية. في الواقع يعني سعد الحريري تصرفه كان صبيانيا ودون المسؤولية. الطلب من السنة الامتناع عن التصويت كان يسمح لحزب الله وحلفاء حزب الله على الساحة السنية كما في الساحة المسيحية والدرزية أن يغتنم كافة المقاعد التي انكفأ تيار المستقبل إذا في حال تعاون معه الجمهور أهل السنة. كان حزب الله سيقوم بترشيح مرشحين من مؤيدين له، وبالتالي سيصبح تمثيل أهل السنة بيد حزب الله بالكامل. في سؤال أخير، هل تعتقد أن القوى السياسية في لبنان بشكلها الحالي قادرة على إنجاز التغيير الذي ينشده الشعب اللبناني؟ التغيير في لبنان لا يمكن أن يكون سياسيا أو من خلال صندوق الاقتراع أو في البرلمان، لأن حزب الله يعتمد على سلاحه ويعتمد على ميليشياته. التغيير في لبنان يتطلب موقفا سياسيا من اللبنانيين المعارضين، وبالتالي دعما دوليا لتغيير الواقع اللبناني. وسوى ذلك سوف نبقى في حالة تجاذب، ويبقى لبنان في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة سلطة غير قادرة على ضبط الوضع على الساحة اللبنانية. لكن هذه الانتخابات تؤكد للمجتمع العربي والدولي وللداخل أيضا أن بإمكان اللبناني أن يقولوا لا لحزب الله وأن يواجهوا حزب الله سياسيا، ولكن يبقى المطلوب دعما دوليا وعربيا لوقف هيمنة حزب الله على الساحة اللبنانية وتجريده من سلاحه الذي يستخدمه للهيمنة على الساحة اللبنانية وفرض سياسات تخدم محور ايران في المنطقه. شكرا. هذا المطلوب الان، وهذا هذا الانتخاب اكد للمجتمع العربي والدولي ان اللبنانيين بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومكوناتهم يرفضون هيمنه حزب الله ويستطيعون مواجهته في صناديق الاقتراع وفي كافه الساحات الانتخابيه رغم هذا ما يتبعه ايضا الشعوب العربيه. شكرا جزيلا لك السيد حسان القطب، مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لك.